فريق تايد قرر ينزل كارفور علشان يسهل حياة ستات البيوت في مصر ويفرح كل أسرة مصرية هتشتري تايد. هيك بتستخدمي مسحوق ايه؟ تايد. تايد طبعا انت بتختاري الافضل ليكي. تايد بتركبته بيديكي انصع بياض بدون اي خطوات اضافيه، يعني لا بتحتاجي تحطي كلور ولا زهره ولا تزودي في المسحوق. اشتريت تايد؟ يبقى سيب الباقي علينا وسيبنا ندفع لك الحساب. كل اللي اشترى تايد مش هيدفع اي حاجه، وتايد هيحاسب على كل الشوبينج بتاعك. كيفه بشتري شويه مشتريات وانا بحاسب. طيب دفع لي الفاتوره وعملها مفاجاه ليا، كانت جميله جدا. دفعت لنا الفاتوره كلها واحنا والله مبسوطين قوي من اللي حصل النهارده. فاجئنا بتايد، فاجئنا على الكاشير وبتحاسب على كل حاجه. دي كانت مفاجاه ساعتها وعملوا احتفال معايا. مبسوطه جدا. ميرسي تايد. شكرا، كانت مفاجاه لطيفه جدا. وانا ما بستخدمش غير تايد على فكره. ميرسي تايد. تايد بياض انصع بدون اي خطوات اضافيه. مع تايد للغسيل مفيش مستحيل.